لا يستجاب الدعاء إلا بذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سائدتي، وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. بعض الأنبياء إخواني، بعض الأنبياء لهم عدة أسماء، سواء في القرآن الكريم أو لم تذكر أصلاً في القرآن الكريم بشكل عام. يعني مثلاً أنت لما ترجع إلى إلياس عليه السلام، طبعاً سامعين باسم إلياس نبي من الأنبياء. إلياس عليه السلام عنده له اسمان في القرآن الكريم، عنده 2 أسماء. الاسم الأول إلياس معروف، الاسم الثاني على بعض الروايات سلام على إلياسين، قالوا إلياسين هو الاسم الثاني لإلياس عليه السلام. واضح مولانا؟ مثلاً إلياس وإلياسين. عندنا نبي آخر، أنا أقول لك اسمه والاسم الأصلي أنت تذكر إلي والله، له اسمان في القرآن الكريم. اسم الأول إسرائيل، اللي أولاده الآن يقولون لهم بنو، هاي بنو إسرائيل ياهو، إسرائيل ياهو. تو سمعت أنا مولانا؟ لا، يعقوب. يعقوب عليه السلام له اسمان، الاسم الأول اسم إسرائيل، اسم إسرائيل، هذول أولاده يصيرون يقولون بنو إسرائيل يعني بنو يعقوب، ويعقوب اسم الأصلي. بعد هذا عندنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم له أسماء عديدة في القرآن، مثلا مبشرا ونذيرا وهاديا وسراجا منيرا. كلها شنو؟ هاي أسماء النبي، بشير، نذير، سراج، منير. بعد طه، ما أنزلنا عليك القرآن. اقرأ وياي. بارك الله فيك، خاطر تأخذ أجر إن شاء الله، وهذا جلوسك إن شاء الله، وصبرك طبعا صبرك لك أجر وثواب، والأجر على قدر المشقة إن شاء الله. جزاكم الله خير الجزاء، بارك الله فيكم، الله يعطيك العافية إن شاء الله. زين، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه ياهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد عنده اسم ياسين، والقرآن ياسين ياهو، هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد في سورة الصف، بسم الله الرحمن الرحيم، ومبشرا برسول ياهو، يقول هذا ياهو يقولها،
عيسى عليه السلام، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. هذا من اسم إليه. أكو اسم آخر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المعروف والمشهور في الأرض، طبعا اسم أحمد في السماء، والاسم الذي في الأرض تقرأ في سورة الفتح آخر آية، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن أكو عدة أسماء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الآية اللي مرت على مسامعكم تذكر لنا اسم نبي من الأنبياء. هذا النبي له اسمان، الاسم الأول يقولوا له، القرآن يشير له، وذل نون، ياهو هذا يونس عليه السلام، بارك الله فيك. له اسمان، اسم الأول يونس مأخوذ من الأنس، والاسم الثاني ذل نون أو ذل نون، بالآية تقرأها وذل نوني. شنو معناها؟ ذو باللغة العربية بمعنى الصاحب، ذو بمعنى الصاحب. يقولون مثلا فلان ذو مال، يعني فلان صاحب مال. الآن سيف الإمام علي شو يقولوا له؟ ذو الفقار. ليش ذو الفقار إخواني؟ ذو الفقار أكو بعض العلماء يقولون له فقرتان، يعني راسين، فقرة وفقرة إلى راسين، سموه ذو الفقار. البعض يقولون لا، سمي ذو الفقار لأن إذا ضرب أحدا علي بن أبي طالب ينصفه، يقسمه إلى فقرتين، إلى نصفين، يسوي نصين، يشق نصين، ولا مولانا هاي اثنين. بعض العلماء قالوا لا، ذو الفقار لأنه يفرق بين الحق والباطل، سيف علي بن أبي طالب يقتل الباطل، إذا واحد كان على باطل على شرك علي بن أبي طالب يقتله، هذا مولانا. إذن يفرق بين الحق وال، لأن علي بن أبي طالب هو الفاروق، الفاروق يعني يفرق بين الحق والباطل، شالوها من علي بن أبي طالب لزقوها بواحد ما يستحقها مولانا، هذا مولانا. عرفت ياهو الفاروق، الفاروق ياهو علي بن أبي طالب مو غيره، الصديق الأكبر علي بن أبي طالب، الصديق هو علي مو غيره، شالوها ولزقوها بالزاير، واضح مولانا. إذن ذو بمعنى الصاحب، ذو الفقار يعني صاحب الفقار. الثانية حلوة، ذو النون. النون شنو؟ النون على رأيين، الرأي الأول قالوا نون، أنا الزلم شفتهم هيك، النسوان ما شايف، أكو بعض الزلم بعض الرجال عندهم حفرة تصير بالذقن بالحنج، هنا بذقنا يصير فد حفرة صغيرة، ها بعض الناس عندهم حفرة هنا، هذا باللغة العربية يسمونها النون. يونس عليه السلام عنده حفرة هنا سموه ذل نون، يعني صاحب الحفرة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، الرأي الثاني قالوا لا، النون يعني الحوت الكبير، السمكة الكبيرة، الحوت الكبير يسمى شنو مولانا؟ نون. وذل نون يعني وصاحب الحوت، لأن يونس هو صاحب الحوت. يونس عليه السلام نبي من الأنبياء، وهذا الرجل الله بعثه، وسأكو آراء متعددة أنه بعث بعد سليمان وداود، وأكو راي بعد موسى وهارون، زين، وأكو راي بعد صالح عليه السلام وهود، آراء متعددة. بعث إلى العراق، وبعث إلى منطقة وإلى بلد يسمى بابل، أكيد خوت تعرفون بابل، وأنا بعد زين. بابل ثلاث آراء بي، ترى ثلاث آراء بي، زين، هو بلد للآشوبيين أو بلد يقع قرب الكوفة، لهذا بابل المعروف بعد، ولهذا عدنا قبر الآن في ضفاف الكوفة، قبر يونس عليه السلام، هذا دلالة على شنو مولانا؟ بعث إلى هذه البلدة. هذا الرجل بعث لهم سنوات طويلة، لم يؤمن من بعد 40 سنة، 40 سنة مولانا، من بعد 40 سنة لم يؤمن به إلا نفران بس، هم أكثر من 100,000 نفر، 100,000 نفر لم يؤمن به إلا
بس نفرين، واحد عالم أو واحد عابد، توجه للكلام مولانا، واحد عالم عنده علم أو واحد عابد. هسه من بين العالم والعابد ياهو الأفضل؟ ها العالم أفضل من العابد؟ لو العابد أفضل، العابد أفضل. زين خلنا نشوف الله ياهو الأفضل. هسه أنا جاوبك خلال القصة مولانا. العالم اسمه أحفظ هاي حلوة، خاف فرد يوم يسألوني وبيها جائزة مولانا. العالم اسمه تنوخة، والعابد اسمه روبيل. عالم وعابد من بعد 40 سنة دق ولطم وراد وكذا وتعب يونس، ما حد آمن بي إلا هالنفرين. بس جمع الاثنين قال له: يا تنوخة أيها العالم ويا روبيل أيها العابد، أريد أن أدعو على قومي، أدعو عليهم الله ينزل عليهم العذاب، ينزل عليهم الحمم. الحمم يعني مولانا الحديد المذاب أو النحاس المذاب، ولا مولانا ينزل عليهم طبعا يذوبهم بمكانهم. زين أنزل عليهم الحمم. العالم ماذا قال والعابد ماذا قال؟ العابد إيش قال له؟ العابد قال له: أدعو عليهم، يستحق العذاب، هذول ما بيهم خير، أدعو عليهم خل الله يكنسهم كلهم بعد، خلص خلي يموتون كما أهلك الله قوم نوح وغيره وغيره. أدعو على قومك 40 سنة وما صاروا وادم، هسه يصيرون وادم مولانا، أدعو عليهم. هذا ياهو يقول، ياهو يقول العابد. العالم ماذا قال؟ قال: لا يا نبي الله، اصبر عليهم، إنك كالطبيب تداوي المرضى وهؤلاء أمتك، وأنت كالأب الحنون لأمتك، لا تدعو عليهم وأصبر. اصبر لا تدعو. العالم والعابد قال له: أدعو. قال لهم: دعوني، دعوني أفكر. من بعد فترة طويلة مولانا صمم أن يدعو عليهم، خذ كلام العابد وترك كلام العالم، غضب، شال إيده في أول شوال، أول شوال شال إيده، قال: اللهم أنزل عليهم العذاب. دعاء النبي مستجاب لو مو مستجاب؟ مستجاب 100%، لا يرد دعاء النبي، لا يرد، مستجاب 100%. احنا عندنا نبي في محافظتنا مولانا اسمه دانيال، سامعين بي دانيال عليه السلام؟ دانيال نبي من الأنبياء. هذا قتله أحد الظلمة، ايش سووا بي مولانا؟ ما عدم شفن، هو قبل لا يموت ايش قال؟ قال: اللهم غسلني وجهزني على سنة نبي آخر الزمان، جهزني على سنة نبي آخر الزمان، يعني على سيرة النبي، يعني شفن وغسل. من مات ما عدم شفن وغسل، ايش سووا بي مولانا؟ سووا موميا، الآن موجود هو، سووا موميا وخلوه في حجرة من خشب، الحجرة بعدها موجودة، خلوه بحجرة خشب، إذا صار قحط جفاف صار يعني السماء لم تمطر، شي يسوون به مولانا؟ يطلعون النبي، بس يطلعونه إلى الصحراء يدعون، بس يطلعونه إلى الصحراء السماء تمطر ببركة هذا النبي، لأنه نبي من الأنبياء. بعدين لما دخل الإسلام إلى هذه البلاد مولانا لقوا جنازة ما عرفوه، عمر ابن الخطاب كتب إلى الإمام علي قال له: يا أبا الحسن، وجدنا جنازة، جسد كذا كذا كذا، هذه صفته، قال: هذا أخي دانيال. شوف من بعد سنين، هذا أخي دانيال، إجا الإمام علي غسله كغسل المسلمين، شوف مثل ما دعا، غسله كغسل المسلمين وكفنه ككفننا. شلون كفن المسلمين؟ كفنه وصلى عليه ودفن في هذه البقعة، دفنه في نفس المكان مولانا، وقال مقولته المعروفة: أكو على القبر مال هذا النبي تحت هو بالسرداب مخلين فرد حجارة قديمة، الإمام علي قال: من زار أخي دانيال كمن زارني. من بعد آلاف السنين مولانا، يعني شوف العظمة. فهذا النبي دعا عليهم، قال: اللهم أنزل عليهم العذاب. أول شوال، أول شوال نزلت جبرائيل عليه السلام قال: يا نبي الله، إن الله سينزل عليهم الحمم والعذاب. الحمم يعني النحاس المذاب والحديد المذاب والحجر المذاب، شايفين هذه البراكين مذابة هذه، إن الله سينزل عليهم العذاب في وسط الشهر، يعني 15 من شهر، يا شهر شوال، عند طلوع الشمس، ترقب عند طلوع الشمس الله ينزل عليهم العذاب. كضوا طلع راح. سؤال سألك جاوبني رجاء، الأفضل من باب الأولى خلال من أول شوال إلى 15 شوال كم يوم؟
15 يوم أسبوعين بعد تقريبا. زين، الأفضل الأولى أن يبقى مع قومه لآخر لحظة أو يتركهم من أول لحظة؟ يبقى لو يروح، يبقى لو يروح، هي لو بالهور لو بالزور لو عند الحرامية غير هاي، لو لا، لو يبقى لو لا يبقى، واحدة من العدين. يبقى لو لا يبقى، الأولى أن يبقى، الأولى أن يبقى. لكن يونس عليه السلام ترك الأولى، يونس عليه السلام ترك الأولى. الله خلق آدم وخلاه بالجنة، قال له يا آدم هذه ثمار الجنة كلها حلال لك، كل كلها 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 حلال لك، حتى هاي الشجرة هم حلال عليك، لكن من باب الأولى لا تأكل، من باب الأولى لا تأكل. آدم أكل، ترك الأولى، لأنه ترك الأولى الله طرده من الجنة، طلعه برا. واحد جار المسجد، أريد أوضح لك ترك الأولى شنو. واحد جار المسجد، رسول الله شي يقول صلى الله عليه وآله وسلم، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. زين، أجينا واحد عطال بطال وشبعان مورانا وصاحي سالم ما بي أي عيب وقاعد بالبيت والأذان يسمع ما يطلع للمسجد يصلي، صلى ببيته، الصلاة باطلة؟ الصلاة مو باطلة، الصلاة صحيحة، لكن هذا الأولى أن يصلي بالمسجد، ما صلى بالمسجد، هذا ترك الأولى، ترك الأولى، ما عليه شيء. واضح مولانا؟ يونس عليه السلام الأولى أن يبقى مع قومه، بس لم يبقى، ترك الأولى. تقرأ القرآن الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، وذلنوني إذ ذهب مغاضبا، عصب عليهم أول الشهر وطلع، فظن أن لن نقدر عليه. تدرون القدر يعني شنو؟ القدر يعني التضييق، فظن أن لن نقدر عليه يعني فظن أن لن نضيق عليه. قال أنا نبي من الأنبياء، الله ما يضيق علي، بس سوى بي الله. اسمع، طلع وخذ وياه العابد، خذ وياه العابد، والعالم وين ظل؟ مع الناس. طلع قال له أيها العالم أما تخرج معنا؟ قال له لا، قال له أنا أبقى في قومي، سواء أهلكت معهم أو نجوت منهم أنا أظل وياهم، أنت روح. خذ العابد وراح، راح مولاي، وصلوا إلى شاطئ البحر، لما وصلوا إلى شاطئ البحر ركبوا في سفينة، السفينة كانت مشحونة شحن مملوءة ملئ ما بها مكان، صعد هو والعابد. خل نقرأ قرآن أنا وياك، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. أبق باللغة العربية فرار العبد من المولى يسمونه أبق، إذا العبد فر من المولى يسمونه أبق. الفلك يعني السفينة المركب، المشحون مشحون بعد متروس، متروس كلش مشحون شحن. إذ أبق إلى الفلك المشحون، مشت السفينة، مشت صارت في وسط البحر، لما صارت في وسط البحر بينما هم كذلك والسفينة مشحونة شحن، وإذا طلعت حوت، حوت سمكة كبيرة ضخمة كلش كبيرة طلعت. تدرون الحوت مو صغير مولانا، الحوت كبير، الحوت أكبر حيوان بالعالم، أكبر حيوان بالعالم هو الحوت. يعني أنا قرأت في كتاب حياة الحيوان للدميري، زين، في حرف الحاء يقول أصغر حوت بالعالم، هاي حلوة اسمعها، يقول أصغر حوت بالعالم اسمه البالون، البالون أصغر حوت بالعالم. إيش قد طوله مولانا؟ أنا يا ريت كنا أعرف هاي الحسين إيش قد طولها، ما أدري 6 متر 7 × 10 16 متر طول، هاي هيكي زين، هاي 16 متر، شوف هاي الحسين إيش طولها مولانا، 16 متر. تدري طول هذا الحوت إيش قد؟ حوت البالون أصغر حوت بالعالم، يقول طوله 30 مترا، يعني ضعف الحسينية، 30 متر، بحيث ووزنه 30 طن، مكلمة، بحيث أنه يقول في كتاب الحيوان للدميري يقول قلبه بس قلبه قد الزولية، بس قلبه يزن طن بكامله، بس قلبه طن كامل. يعني الشيء بالشيء يذكر، في يوم من الأيام مولانا موسى عليه السلام سأل الله أن يريهم قدرته وأنه هو الرزاق، الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قال يا موسى أجمع بني إسرائيل، جمعهم كلهم، قال له جمع أكل شهر كامل لهم لكل بني إسرائيل، جمع طعام شهر كامل لبني إسرائيل بأجمعهم، قال له خلي الطعام على البحر، خلى على شاطئ البحر، طعام شهر كامل لكل بني إسرائيل خلى على شاطئ البحر، قال له شوية تكتر لا يصيبك مكروه، رجع أنت يا موسى، رجع. لما رجع قال له انظر فحسب، وإذا موسى ينظر وبنو إسرائيل كلهم ينظرون،
وإذا خرجت حوت من البحر، خرجت حوت من البحر، حوت ضخمة ضخمة ملأت الساحل. يقول فالتقمت كل الطعام بلقمة واحدة ثم دخلت في الماء رجعت. قال عجيب. قال هاي شنو؟ قال له هذا حيوان واحد. قال له هذا طعام وجبة واحدة، وأنا أطعم هذه الحوت في اليوم 3 مرات، مو مرة، في اليوم 3 مرات، وفي البحر منها مئات المئات، وأنا أطعمها في كل يوم ولا أسأم ولا أمل، وأنا الرزاق ذو القوة المتين. والله مولانا إحنا كنا صحن تمن مولانا، وهاي كم جودية تأكل مولانا الله العالي. زين، فطلعت حوت، طلعت حوت على البحر، تلاطم البحر كبيرة، تفتح فمها وتغلق فمها، تفتح حلقها مولانا الفم وتغلق الفم. القبطان اللي كان قال أكيد هاي تطلب شيء، أكيد تطلب شيء، كأن بيننا عبد هارب من مولاه. أكو عبد عندنا هارب من المولى، شلون نعرفه؟ قالوا نلقي السهام. السهام يعني القرعة، القرعة بالقرعة. شلون القرعة مولانا؟ قديما ماكو ورق، ويكتبون يجيبون سهم، يكتبون الاسم على السهم، زين، ويطلعون السهم، إذا طلع اسم مولاي بالسهم يلقى في البحر. كتبوا الأسماء بأجمعها، وكتبوا اسم يونس ابن متى، هو يونس ابن متى، بنو إسرائيل قالوا له يوناه، يوناه ابن متى. اليهود في الإنجيل والتوراة موجود. زين، كتبوا الأسماء، ذبوا أول سهم طلع اسم من؟ اسم يونس. قالوا هذا رجال خير، هذا شلون الشمرة مولانا؟ ما يصير، هذا من المؤمنين من الأنبياء، ما يصير الشمرة إلى الحوت، نحتاجه. ذبوا قرعة بعد مرة طلع اسم يونس، قالوا هم ما يصير، نعيدها مرة ثالثة. أعادوا القرعة مرة ثالثة وذا طلع اسم يونس، فعلم أن في الأمر حكمة، لأنه ترك الأولى الله يريد يضيق عليه. خلنا نقرأ القرآن. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم، يعني ذبوا السهام، فساهم فكان من المدحضين، يعني من المغلوبين، طلع اسمه خلص، شالوا مولانا وشمروا بالماء يونس عليه السلام، شمروا بالماء، أجت الحوت فتحت فمها. شو يقول القرآن؟ فالتقمه، التقمه، ايش قد كلام جيد وجميل، يقول التقمه. تعرف اللقم يعني شنو التقمه؟ يعني بلعه بلعا من غير أن يكسر عظامه، يعني مولانا ما كسر، مو بأسنانه، لا، بلع بلع، شن قلنا؟ صرط يعني بلع، ها؟ فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني يستحق الملامة، يستحق الملامة، التقم الحوت. زين، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إش قد بقى، إش قد ظل في بطن الحوت؟ فوق أطنان من اللحم، وتحت أطنان من اللحم، على يمينه وشماله أطنان من اللحم، مو كلمة مولانا، دم وزفرة ولحم وماي وكذا، وضيق، ظلمات، يعني أشد من القبر مولانا. ها؟ مو أنت ليش تروح بعيد؟ ولا اقطع الصدى مالها، الأكو مالها قطعة. زين، أنت ليش تروح بعيد مولانا؟ الآن إحنا عندنا القبور 3، عندنا القبور 3، واحد يموت بالبر، أو واحد يموت بالبحر، أو واحد يموت بالهواء، كل واحد عنده قبر، هذا عنده قبر، ذاك عنده قبر، والثالث ما عنده قبر. من بين هذه القبور رسول الله ماذا يقول؟ يقول أشد الناس قبورا الذي في البحر، أشد الناس ضغطة قبر الذي وين؟ في البحر، اللي يدفن بالبحر، هذا يدفن بالبحر. أنتم ما شاء الله تعرفون عرب وتعرفون هذه القضايا، إذا واحد مات بالبحر، سفينة، لنجة، طالع صياد سمك مولانا، طلع مولاي ومات، وما عاد مثلاجة يخلونه ويجيبونه، يخيس. وعلى مولانا شو يسوون به؟ يغسلونه، يتشفنونه، يصلون عليه مولانا. أكو طريقتين، يخلونه في صندوق مصون، يعني بحيث أنه السمك لا يقطع لحمه، ويشيلونه ويذبونه بالماء، يشمرونه شمر بالماء، يروح يغطس. وإذا ما عندهم صندوق يشدون برجله شيء ثقيل، أكو شيء ثقيل يشدون برجله، هسه حديدة، إحجارة مولانا، أي شيء اللي كان، ويشمرونه خاطر ينزل إلى قعر الماء، ويبقى هناك ذاك قبره، ومنكر ونكير ينزلون له هناك مولانا ويحاسبونه، هذا قبره يصير. رسول الله يقول أشد الضغط ضغطة الماء، القبر الذي في الماء يختلف مع القبر الذي في البر، فهذا صعب عليه. هذا قبره وين صار؟ في بطن الحوت.
لحم منا ولحم منا وفوق لحم وتحت لحم وزفرة مولانا ودم وماء، وهذا يغور ويغوص في الماء ويطلع زين. إيش قد ظل مولاي العزيز رسول الله قبل لا أبدي أنا، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أوحى الله إلى الحوت قال لا تكسري منه عظما ولا تقطعي منه لحمة. لا تكسرين عظام ولا تقطعي اللحمة، خلي صاحي ظل هاي. وقفت على وقفت مولانا واقف وقفه هيك وبين اللحم ومحصور، لا كسرت لحم أو لا كسرت عظم لا قطعت منه لحم، لكن مو بمعناها ما تأذه، لا تدمر هو، انعصر عصرة قوية بس ما انكسر منه شيء. ايش قد ظل السنة؟ السنة يقولون بقى ساعة، وهذا الرأي مردود. هسه مردود ليش؟ أنا أقول لك هسه خلال البحث أقول لك الرأي مردود زين. الشيعة ايش يقولون؟ الشيعة عليهم هوسة مولانا. الرأي الأول من الشيعة بقى 9 ساعات، الرأي الأول 9 ساعات، الرأي الثاني بقى 3 أيام، هذا رأيين. الرأي الثالث بقى 40 يوما. الرأي الرابع والرأي المشهور هو هذا الرأي الرابع اللي خليته بالأخير أنا، بقى 3 أشهر يعني 90 يوم. 90 يوم لا أكل ولا شرب مولانا، وضغط، وهاي تغوص في البحر وتطلع. مو تقرأ الآية ولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وذلنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. يا ظلمات، 3 ظلمات، ظلمات بطن الحوت وظلمات البحر 2، والثالثة ظلمة الليل إذا جن الظلام. عجيب، ظلمات في ظلمات في ظلمات، ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ظلت مولاي تمشي تحت الماء أو تصعد، بحيث أن الإمام الصادق عليه السلام، خوت تعرفون قارون؟ تعرفون لما تعرفون قارون؟ قارون هذا كان يعيش في زمان موسى عليه السلام، دعا عليه موسى هو وأمواله كلهن، غار في الأرض، القاع فكت حنيكه مولانا أو دخل في الأرض، في قعر الأرض دخل. يقول الإمام الصادق لما كان يونس في الحوت سمع صوت قارون وهو تحت الأرض، سمع صوت قارون وهو تحت الأرض، تحت الأرض سمعه. راحت من بحر إلى بحر، من محيط إلى محيط، إلى أن صعدت. اسمع شو يقول القرآن، يقول فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين. سبح الله، لأنه لو لم يكن من المسبحين شا ظل، لكن سبح الله. شنو التسبيح؟ كان سئل النبي قال له يا رسول الله ما هو التسبيح؟ قال لهم هذا التسبيح المناجات، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه العبارة يسمونها المناجات اليونسية. يقول رسول الله ما من أحد يدعو بهذه المناجات إلا وقضيت حاجته. الآن أنت هذه الآية وين تقرأها؟ في أي صلاة؟ في صلاة الغفيلة، عافية، تقرأها في صلاة الغفيلة وتدعو. أنا جربت صلاة الغفيلة بالعشرات، تصلى بين المغرب والعشاء، من قيام، من جلوس، من تشي عادي، لأن صلاة مستحبة، شلون ما تحب صليها زين. إذا بالقنود دعوت الله سبحانه وتعالى إن كانت لك مصلحة الله يستجيبها بمكانها. مجربة هذه صلاة الغفيلة، معروفة هاي المناجات اليونسية. شو يقول؟ يقول فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هسه شقد إلى يوم يبعثون؟ شلون يعني؟ هو حي والحوت حية، يظلون عدلين إلى يوم القيامة؟ هذا رأي، رأي يقول يظلون عدلين هو والحوت إلى يوم القيامة، الظل تغور وتغوص بالماء وتطلع مولانا. واضح مولاي؟ هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قالوا لا، يموت في بطن الحوت والحوت تبقى حية إلى يوم القيامة. كم رأي صار؟ 2. الرأي الأول هو عدل والحوت عدله إلى يوم القيامة، الرأي الثاني هو يموت والحوت عدله، هاي 2. 3 هو الرأي المشهور، لا هي هو يموت وهي أيضا تموت، لكن هو وين القبر ماله؟ يونس قبره في بطن الحوت والحوت قبرها في بطن الأرض، السير لقبر. ولهذا الإمام علي عليه السلام في يوم من الأيام رقى المنبر قال سلوني قبل أن تفقدوني،
قام لواحد قال له يا أبا الحسن أخبرني عن قبر سار بصاحبه، قبر ومشى بصاحبه. إيش قال؟ قال هذا يونس عليه السلام في بطن الحوت، لأن الله جعل الحوت قبرا ليونس عليه السلام. ظلت تروح تمشي وياه، واضح مولانا؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يومي إلى يوم يبعثون. واضح مولانا؟ شنو من عذاب هذا؟ هذا أذية، هذا أذية ليونس عليه السلام. طلعت صعدت من بعد 3 أشهر لا أكل ولا شرب وضغط ضغط ولا شمس، من بعد 3 أشهر صعدت مولاي على الماء، ملأت الساحل بكبرها كبيرة، فكت حلقها، فتحت فمها، شو يقول القرآن؟ يقول فنبذناه وين؟ عافية، فنبذناه بالعراء، صحراء، هيمة، بر، ماكو أحد ولا نفخ النار، ما حد، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. يعني شنو؟ مريض. ليش؟ أكل شرب ماكو، شمس ماكو، بحيث أن الإمام الصادق عليه السلام يقول لما ألقته الحوت بالعراء بمجرد أن صابته الشمس، ضربته الشمس، بدأ بالصراخ، صراخه ملأ الصحراء، إيش قد ما ظل يصرخ من شدة الألم، لأن الجلد صاير رقيق جدا ناعم، الشمس ما صايبته مولانا، وهسه صابته الشمس، أخذ بالصراخ والعويل ظل يصرخ. لكن الله أرحم الراحمين، قال له أتؤذيك الشمس يا يونس؟ حر الشمس يؤذيك؟ قال له بلى يا رب العزة والجلال. قال له أتؤذيك حر الشمس؟ حر الشمس يؤذيك، وحر الحميم لا يؤذي قومك، أنت دعيت عليهم، ما تخاف عندهم أطفال ونسوان ويحترقون بالحميم؟ شوف الله عذبه لأنه ترك الأولى، لأن معصوم. هسه إذا أنا وياك تركنا الأولى، الله هيك يعذبنا مولانا؟ طبعا لا، لأن الإنسان الله يختبره ويمتحن على قدر إيمانه وتقواه. المؤمن كلما زاد إيمانه زاد بلاؤه، كلما إيمانك يكثر بلاءك أكثر، على قد إيمانك مولانا. المؤمن مبتلى، إحنا الله ما خالقنا أكل ونام يا غنام، بالدنيا احمل. الإنسان مبتلى، إنك كادح يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا، شنو؟ فملاقيه. الله خلقنا في الدنيا في كبد، في تعب، في ألم، في بلاء، ما خلقنا نرتاح مولانا، لا. زين، فإذا أكو بلاء، والله يبلي المعصومين ويبلي الأنبياء بلاء غير بلاءنا، يختلف. إحنا بلاءنا وبلاء الأنبياء يختلف، يعني امتحاننا وامتحان الأنبياء يختلف. الآن أنت إبراهيم عليه السلام الله اختبر بمن امتحنه؟ بذبح ولده. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أكو واحد منكم الله اختبر بذبح الذبح ابن مولانا؟ ما يختبر، لأن كل من على طاقته ما يختبر هيك اختبار. النبي الله اختبره في ذبح إبراهيم عليه السلام. زين، هذا يونس عليه السلام هيك عذبه، احنا لا، الله يختبرنا مولانا بالصداع، وجع راس، شويه اسهال كذا، وما تتحمل شويه حر، شويه ضيم، شويه كذا مولانا ما تتحمل. اكو بعض الناس الله وكيلك شويه كذا صداع يكفر بالله سبحانه وتعالى. اكو بعض الناس انا سامحهم باذني بذاني، هاي بذاني شويه الله يضك بالفقر شويه، هاليوم يومين ثلاث ما عنده فليسات مولانا يكفر بالله والعياذ بالله. زين، هاي شويه ضغطه قليله، يعني هذا امتحان قليل مختصر، الإنسان ما يتحمل. شلون الله إذا يختبرنا كاختبار الأنبياء ما يضربين أحد؟ والله حبيبي. زين، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، لكن الله رادي رحمة، إيش قال؟ قال وأنبتنا عليه شجرة من عفية، شجرة من يقطين. هذا الشمس تأذي تحرق جلده، والحشرات إذا جلست على الجلد يصرخ بصوت عالي من شدة الألم. بسرعة طلعت شجرة يقطين. هسا اليقطين شنو مولانا؟ اليقطين البعض يقولون كل شجرة لها ورق عريض يسمى يقطين، مثل الخيار، مثل البطيخ، مثل القرع. القرع احنا نقول له يقطين بعد. زين، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قالوا لا، اليقطين هي هاي اليقطين المعروفة بعد، هو القرع. زين مولانا، يصير مثل البطيخ، الورق ماله عريض، بميزات ثلاث هذا اليقطين. شوف رحمة الله ايش قد واسعة. الميزة الأولى أنها تمنع حرارة الشمس ونور الشمس أن يضرب يونس بشكل مستقيم، يصل له النور بقدر يحتاجه، لا أكثر ولا
أقل قد ما يحتاج الجسد ما يتأذى. الميزة الثانية يصير على الورق ما يعذب ما يحالي ويشرب الماء وهو تحت الشجرة تحت الورق ويشرب ماء لا يضر عطشان يموت عطش مولانا. هاي اثنين ثلاثة حلوة أكيد الشياب يدرون بيها مولانا. اليقطين عدو الحشرات، إذا عندك شجرة يقطين ما تشوف حشرة تدنو إلى اليقطين لأنها تموت ما تدناه. واضح مولانا؟ الحشرات تخاف من اليقطين، ولهذا ما دام تخاف من اليقطين ما تدنى إلى يونس عليه السلام بعيدة عن يونس. من بعد هذه مولانا صحة صار قوي قام قام رجع لهله رجع إلى قومه زين العالم وياهم العابد ظل بالسفينة زلمتنا هذا أجا مولاي وصل إلى فلاح شافه قاعد يحرث قال له أين قوم يونس؟ قال له أنا من قوم يونس. الرجال ما يعرف يونس ما شايفه سامع بي بس ما شايفه. قال له أنا من قوم يونس. قال له هل أهلكهم الله؟ قال له لا. قال له ليش أنت حي أنت عادل بعدك ما ميت؟ قال له الحمد لله حي. قال أما أن نزل الله عليهم العذاب؟ قال له لا، إن الله قد دفع عنهم العذاب ببركة العالم. طلع ياه الأفضل دعوة نبي من الأنبياء يردها عالم، عالم عالم واحد يرد دعوة نبي ردها. شوف العظمة، رد لدعوة نبي شلون. أنا إن شاء الله في الليلة الجاية نكمل القصة لأنها طويلة. زين رجع هذه المناجات اليونسية ذكرني باكر أكمل لك هذا حال يونس حكيناه، حال قومه ما ذكرناها لكم صح أبويا لولا، إن شاء الله باكر نكملها لكم شلون دفع الله عنهم العذاب. هذه تصلى، هذه الصلاة تصلى تسمى في صلاة الغفيلة هذه الآية، وذا النون في الركعة الأولى تقرأ وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه إلى آخر، والركعة الثانية من بعد الحمد تقرأ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. لها ما لها من العظمة هذه الصلاة. أعطيك وحدة من عدهن، الشمر ابن ذي الجوشن، من لعن أعداءنا ترحمت عليه ملائكة الأرض والسماء. الشمر ابن ذي الجوشن لعنة الله عليه، بارك الله فيك، هذا إنسان جرح قلوبنا، جرح قلب زينب سلام الله عليها، جاب رأس الحسين وإجا إلى يزيد، املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المحجبا، قتلت خير الناس أما وأبا. قل له قتلت من؟ قل له قتلت الحسين. قال له يا خبيث يا ملعون، إذا تعرف أمهيت وأبوهيت لماذا ذبحته؟ قال له طمعا بالجائزة يا أمير. قال له أخرج لا جائزة لك عندي اطلع. يقول طرده، اجى إلى الإمام السجاد قال له أنا نادم يا ابن رسول الله، هل لي من توبة؟ قال له بلى لك من توبة، الله أكبر لك من توبة. قال له ماذا أفعل؟ قال له صلي بين صلاة المغرب والعشاء ركعتي الغفيلة وادعو من الله الغفران إن الله سيغفر لك يا الشمر. أنت وين تلقى مثل هيك ناس؟ والله العظيم يعني واحد يذبح أبوي قدام عيني ويذبح خواني قدام عيني، يذبحهم مولانا واحد واحد ويذبح الأطفال الرضيع، هذا الصغير ما رحمه مولانا. هذا الشمر ذبح الحسين ومثل بجسد الحسين ويجي إلى الإمام السجاد يقول له هل لي من توبة؟ الإمام يقول له إن تبت تاب الله عليك. وين تلقى هيك ناس؟ مثل أهل البيت عندهم هيك قلب واسع وين؟ ها؟ ما تلقى والله. طلع الشمر يصلي صلاة الغفيلة، رجع الإمام زين العابدين أخبر عمته زينب، قالت له عمه يا علي أراك أخبرته بباب الرحمة والمغفرة والتوبة؟ قالها عمه إن الله أرسلنا رحمة للعالمين، إحنا رحمة حتى العدو يحتاج إلى الرحمة فاندلي على طريق الهداية، لكن اعلمي يا عمه إن العبادة تحتاج إلى توفيق وهذا الرجل لا يتوفق لأداء الصلاة، ما له توفيق هذا. الآن حبيب قلبي أنت ترى قاعد بالمجلس والله عندك توفيق، الله وكيلك عندك توفيق، الله وفقك وحضرت في مجلس الزهراء وحضرت في مجلس أم البنين حضرت في مجلس الحسين، ها هذا توفيق من الله، هذا لا يناله إلا ذو حظ عظيم. المجلس اللي تحضره فاطمة الزهراء قد عظيم هذا المجلس،
أشقد كريم هذا المجلس. وهالليلة ليلة أم البنين، ليلة باب الحوائج، أم البنين أم أبي الفضل العباس، والناس تجمع حوائجهم تقدمها لأم البنين في مثل هذا اليوم. ها، هذه الليلة، هذه المرأة المقدسة، هذه المرأة العفيفة، زوجة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، التي قدمت كل شيء الغالي والنفيس في سبيل الحسين. لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني بليوث العرين. أظلت على العهد، قدمت أولادها وقدمت أبا الفضل العباس أخوان الثلاثة مولاي. وإذا رجعت زينب سلام الله عليها إلى المدينة المنورة، اسمع هذه المصيبة، يقول رجعت زينب إلى المدينة المنورة، دخلت في دار الحسين وخلت جارية بالباب، قالت لا تدخل علينا إلا صاحبة مصاب. العدها مصيبة تدخل علينا، العدها شهيد تدخل علينا، ما عدا مصيبة لا تدخل علينا. يقول بينما زينب والنساء في حال بكاء وعويل، وإذا بالباب يطرق، طلعت الجارية فكت الباب، شافت امرأة محدودبة الظهر، نحيلة نحيفة معصب الرأس على متنها رضيع. قالت لها مولاتي زينب رجعت من سبيها؟ قالت بلى أمة الله، رجعت من سبيها. ومن أنت؟ عندك شهيد لو ما عندك شهيد؟ ها مولانا، عندك مصاب في كربلاء لو ما عندك مصاب؟ يقول بكت المرأة، نظرت إليها، قالت لها شقل للزينب، أقلها من واقفة بالباب متهيئ لو لا، من واقفة بالباب؟ قالت قلي لها، قلي لها معباس بالباب، يعني أمك بالباب يا زينب، هذه أم البنين واقفة بالباب. ها، أي والله، قلي لها معباس بالباب، وإجت تبكي يا ويلي لفقد الأحباب. يقول دخلت أم البنين، قامت زينب استقبلتها، بمجرد أن نظرت إليها زينب صاحت وأخاه وعباسا، أجابتها أم البنين وولداه وحسينا، صاحت يا الحرايا تلقنها يا بالله ويا يقوم من ساعدنها. ليش هذه منو هذه؟ يما ساعدنها، هاي ام البنين الراح منها، من غايا اربع صناديد بالحرب نفلين. أقول دخلت قعدت أم البنين عند زينب الحوراء، ماذا تسألها أم البنين؟ تسأل زينب مولانا شو تقولها؟ اسمع هذه الأبياتها، تقولها يما يا زينب، يما يا زينب سالفي لي ايش سوى عباس، سولفي لي عن وليدي، بيض وجهي لولاها. يما يا زينب سالفي لي ايش سوى عباس لخوخ حسين؟ قالت عجب الناس، يما يمينه ويسرته والعين والرايس بذل هندون وبصبرة حزم. شلون الأم تشكر الولد؟ يقول توجهت أم البنين إلى أبي الفضل العباس بعين باكية، شلون تشكر الولد مولايها؟ تقول لي يما الحمد لله يا يما على نصيبي. اي والله هنيال على هالولد هذا، هنيال على أبي الفضل العباس، والله بالعافية عليك على هالدمعة والله.
لأم البنين، وإن شاء الله حاجتك مغضية. الإمام الصادق يقول إذا دمعت عينك فحاجتك قضيت. الله الله اسمع مولانها شو تقول أم البنين لولديها، تقول لي الحمد لله يا يما على نصيبي، يما على نصيبي على نصيبي، حلال عليك يا يما حليبي، يما ولا جا ولا جا وأنا أم الأربع الراحوا، يما أنا أم الأربع الراحوا، ولا جا ولا جا وعليهم أرض مثل من يا يما، يما ولا جا وعلى الغبرة يما ولا جا ورفع وراسي بجهاد الغاضري. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الزهراء يا الله، اللهم شافي وعافي كل مريض بعليل كربلاء زين العابدين يا الله، اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج موسى بن جعفر يا الله، اللهم هون علينا سكرات الموت وشدائد البرزخ وأهوال يوم القيامة، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأشياعه واللائدين تحت لوائه يا الله. وإلى شرف النبي والأئمة الطاهرين أهلنا ذوينا من له حق علينا، أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم الشريف، رحم الله من يقرأ الفاتحة معطر بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وعلى أثواركم.